بن جبران الذي فاز بشوط البكار وشوط القعدان، من فاز بالشوط الرئيسي الخاص بالقعدان سعد بن عنزان النعيمي. تهانينا والناموس، شوط جديد والزعبي يتألق في هذا الشوط. متواصلين متابعينا ومشاهدينا الكرام، شوطنا السادس المخصص للجذاع القعدان ينطلق وتتواصل أشواطنا لهذه الفترة الصباحية، وخمسة عشر شوطا بإذن الله تعالى حاضرة بالتحديات وبالمنافسات هنا في ميدان الشحانية، ولكن كذلك ميدان بصير يحتضن منافسات أخرى وتحديات أخرى. على كل حال نتابع وإياكم هذه الانطلاقة بداية مع شاهين لحمد بن علي بن حبونه المري مع المركز الأول ومع صدارة هذا الانطلاق. نتابع وإياكم المركز الثاني، ومن يحتل المركز الثاني يتواصل هنا شاهين لعلي بن سعيد بالأسود المري مع المركز الثاني، وهناك من الجانب الأيمن على المركز الثالث يتواصلون على مركز على العقاب. تركيز جيد أيها الإخوة، عقاب تعود ملكيته لعلي بن صالح بن ملهية المري، ولكن الوضع ما يطمن يا بن ملهية. هنا القدوم من شعار جار الله بن محمد بن عقيل، شعار بن ديله قادم، الله الوعب زيد بن محمد بن ديله المري، يا سلام بن هاملة يهدد هنا على المركز الرابع، ولكن نعود وإياكم إلى عقاب مع الصدارة، عقاب مع المقدمة، يتحرك شعار بن ديله مع الوعب زيد بن محمد بن ديله المري على المركز الثاني، العقاب مع المركز الأول، عقاب مع الناموس، عقاب مع الصدارة. يا السلام رقم المحاولة الشاقة هنا من شعار بن هاملة، ولكن عقاب يا السلام، الله ما خيب الظن عقاب يا جماعة، ما خيب الظن. تهانينا لمالك عقاب علي بن صالح بن ملهية المري، وتستاهل الناموس على فوز عقاب وتحقيقه بناموس هذا الشوط. المركز الثاني يصل الأسد لصالح بن حمد بن هاملة المري، المركز الثالث الوعب لزيد بن محمد بن ديلة المري، المركز الرابع شاهين لجار الله بن محمد بن عقيل المري، المركز الخامس بشار لناصر بن سعود آل شافي. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود وإياكم إلى فوز عقاب وإلى توقيت عقاب الزمني. هذا هو عقاب مشاهدينا الكرام، تشاهدون على شاشة قناة الريان الفضائية، ولحظة وصوله إلى خط النهاية بعد اصطياده للمركز الأول 7:49 38 جزء من الثانية. التهنية موصولة لمالك عقاب السيد علي بن صالح بن ملهية المري على فوز عقاب وتحقيقه بالمركز الأول. يصل الأسد على المركز الثاني 7:51 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الأسد صالح بن حمد بن هاملة المري، يصل على المركز الثالث الوعب 7:51 جزء من الثانية. التهنية موصولة لزيد بن محمد بن ديلة المري ولأبنائه الكرام أحزام ومحسن وكذلك إبراهيم وأشقائه الكرام.